السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أطلب طلبات الصف الثالث الثانوي. حلقاتي هتبقى متتابعة من الحس الكهرومغناطيسي، يا ريت تتابعيني خلاص، لأن أنا بشرح وبعمل تدريبات في نفس الوقت. بص كده، السؤال بتاعي: أنا فردي، أنا لسه مش اتنقلت من فردي لتوليد قوة دفع مش حاسة، فإن الفيض المغناطيسي علشان أولد قوة دفع مش حاسة. حد متابعني الحصة اللي فاتت؟ كريم الناحية دي بيقول لي أيوة مس ليلى أنا متابعك. عشان أعمل قوة دفع مستحثة، عشان أحصل على قوة دفع مستحثة، حضرتك قلتي ممكن نعمل تغير في الفيت. حضرتك قلتي عشان أحصل على قوة دفع مستحثة أعمل تغير في الفيت. طب كريم، التغير في الفيت بيبقى إزاي؟ يعني بنقص عدد خطوط الفيت؟ قال لي أنت إحنا بنعمل تغير يا مس ليلى، تغير بالتزايد، تغير بالنقصان، أنا بعمل تغير. يحصل تغير وخلاص، تناقص تزايد تغير. طب تناقص بس يديني قوة دفع مستحثة؟ تزايد بس يديني قوة دفع مستحثة؟ لا، تزايد وتناقص يديني قوة دفع مستحثة. أنا عايزة تغير، تغير بالتزايد، تغير بالتناقص يديني قوة دفع مستحثة. طب جاوبني على السؤال ده يا كريم. بص كده، لتوليد قوة دفع مستحثة فإن الفيض المغناطيسي يجب أن يزداد؟ لا يا مس ليلى، يزداد أو يقل. يجب أن يقل؟ ما إحنا قلنا الاثنين يعني يقل يدي قوه دفع. طب يعني هو لما يزداد مش هيدي قوه دفع مستحثه؟ لا، هو لما يحصل تزايد، لما يحصل تناقص هيدي قوه دفع مستحثه. يبقى مش تقولي لي تزايد بس ومش تقولي لي تناقص بس. بصي السؤال: لتوليد قوه دفع مستحثه فان الفيض المغناطيسي يجب ان يزداد؟ لا، يزداد ويقل. يجب ان يقل؟ ما احنا قلنا الاثنين. يجب ان يظل ثابت؟ لا، ما هو لو ثابت مش هيديني قوه دفع مستحثه. شرط الحصول على قوة دفع مستحثة يحدث تغير في عدد خطوط الفيض التي تقطع لفات الملف، وبالتالي التغيير هيبقى بالتزايد والتناقص. بس كده، يمكن أن يزداد أو يقل. يبقى لتوليد قوة دفع مستحثة فإن الفيض المغناطيسي يجب أن يزداد، يجب أن يقل، يزداد ويقل. يجب أن يكون يظل ثابت؟ لا، يمكن أن يزداد أو يقل. يعني يزداد ويقل، يحصل تغير بالتزايد، يحصل تغير بالتناقص، يجيني قوة دفع مستحثة. الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الفيض المغناطيسي مع الزمن لحركة مغناطيس بالنسبة للملف. تتولد قوة دفع كهربائية مستحثة، ماشي، أثناء أي جزء. بص بيقول لي الشكل المقابل هو ده الشكل، يوضح العلاقة بين الفيض المغناطيسي ده الفاي ام مع الزمن. بصي احنا هنرجع تاني، شرط تولد قوة دفع مستحثة يحدث تغير في الفيض اللي تقطع لفات الملف، يبقى يحدث تغير مع مرور الزمن. طيب لو الفيض ثابت بمرور الزمان مش هيديني قوة دفع مستحثة. لو الفيض ثابت بمرور الزمن مش هيديني قوة دفع مستحثة. بص كده الشكل اللي عندي، المقطع ألف فيه تغيير من 0 ل 3 من 10، ومن ب لج الفيض ثبت، الزمن بيعدي والفيت ثابت، يبقى في الفترة دي مش هتتولد قوة دفع مستحثة. في الفترة من ب لج مش هتتولد قوة دفع مستحثة. تاني، من أ لب حصل تغيير بمرور الزمن من 0 ل 3 من 10، في الفترة دي هتتولد قوة دفع مستحثة. طيب ومن ب لج الفيت ثبت بمرور الزمن، في الفترة دي لا تتولد قوة دفع مستحثة. ومن ج لد حصل تغير، مس ليلى استني، في الفترة ألف حصل تغير بالتزايد، وفي الفترة جيم حصل تغير بالتناقص، في الفترة ب ودال ثبت الفيض اللي بيقطع لفات الملف بمرور الزمن. ركزي كده تاني، مديني حصل تغير بالتزايد، حصل تغير بالتناقص، ثبوت الفيض. في الفترة اللي ثبت فيها الفيض، في الفترة اللي ثبت فيها الفيض لا تتولد قوة دفع مستحثة ولا مر تغيير مستحثة. والفترة اللي حصل فيها تزايد بتمر وتديني قوة دفع مستحثة، واللي حصل فيها تناقص أيوه. فهو بيقول لي إيه؟ الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الفيض المغناطيسي مع الزمن لحركة مغناطيس بالنسبة للملف. تتولد قوة دفع مستحثة أثناء الفترة، الفترة أ وب، فين الفترتين أ وب؟ لأ، الفترة أ فيها قوة دفع مستحثة، ب لأ، ب ثبت الفيض بمرور الزمن فلا تتولد قوة دفع مستحثة، ماشي. طب بصي كده بيقول لي الفترة ب ودال، فين ب ودال؟ لأ،
ب الفيت ثابت بمرور الزمن ود الفيت ثابت بمرور الزمن، لا تتولد قوة دفع مسحسة. طيب الفترة دي مدال، لا د الفيت ثابت بمرور الزمن. طيب الفترتين أ و ج، أيوه في الفترة أ حصل تزايد في عدد خطوط الفيد، والفترة ج حصل تناقص في عدد خطوط الفيد. تغيير بالتزايد، تغيير بالتناقص، حدث تغير في عدد خطوط الفيد مع مرور الزمن، هتتولد قوة دفع كهربية مستحثة. طيب تنحرف إبرة الجلفرومتر متصل طرفها بملف لولبي عند إخراج المغناطيس من الملف في اتجاه عكس اتجاه انحرافها عند إدخال المغناطيس في الملف. ماشي كده؟ بصي لحظة التقريب، ماشي، بيحدث تزايد وتنحرف إبرة الجلفرومتر في اتجاه معين، ولحظة الإبعاد تناقص وتنحرف إبرة الجلفرومتر في الاتجاه المضاد. بصي كده كاتب إيه؟ كاتب لتوليد تيار كهربي؟ لأ. لنقص عدد خطوط الفيد؟ لأ. لتغيير عدد خطوط الفيد؟ بصي الإجابة اللي عندي لعدم تغير خطوط الفيد. عدم تغير خطوط الفيد يعني قوة دفع المستحثة بصفر، يعني المؤشر هيرجع لصفر التدريج. بص كاتب ايه؟ لتوليد تيار مستحث اتجاهه عكس اتجاه التيار عند ادخال المغناطيس. ماشي؟ تنحرف ابره الجلفرومتر المتصل طرفاه بملف لولبيه عند اخراج المغناطيس من الملف في اتجاه عكس اتجاه انحرافها عند ادخال المغناطيس في الملف بسرعه. ليه؟ ماشي، لتوليد تيار مستحث اتجاهه عكس اتجاه التيار عند ادخال المغناطيس. مهمه قوي التدريبات بتاعتي سنه ثالثه، مهمه جدا، هتفهمك الحس. بصي عند تقريب مغناطيس من ملف لولبي دائرته مغلقه، يبقى انا هقرب مغناطيس من ملف لولبي دائرته مغلقه، طبعا قوه دفع مستحثه وتيار مستحث، وهنحرف مؤشر الجلفرومتر انحراف لحظي في اتجاه معين. يتولد فقط تيار مستحث، قوة دفع مستحثة وتيار مستحث، لا يمر تيار مستحث. ما انت قربتي، مش انا قربت، قربت يعني حصل تزايد في الفيد، يعني انا عملت تغيير، عملت تغيير بزيادة، يبقى لازم تتولد قوة دفع مستحثة ويمر تيار مستحث. ماشي، لا يمر تيار مستحث، لا يتولد فقط قوة دفع مستحثة. هو بيقول لي دايرته مغلقة، بصي بصي بيقول لي الدايرة مغلقة، الدايرة مغلقة، الدايرة مغلقة، يعني تتولد قوة دفع مستحثة ويمر تيار مستحث. فاكرة؟ لحظة تقريب القطب المغناطيسي المغناطيس من الملف، تزايد الفيد. يحدث تزايد في عدد خطوط الفيد التي تقطع لفات الملف وتتولد قوة دفع مستحثة ويمر تيار مستحث، وينحرف مؤشر الجلفرومتر انحراف لحظي في اتجاه معين. الكلام ده دايرتي مغلقة. فهو بيقول لي قربت مغناطيس ودايرتي مغلقة. ما أنا علشان تديني تيار مستحث لازم قوة دفع مستحثة. وعشان القوة الدفع المستحثة تديني تيار لازم الدايرة تكون مغلقة. وعشان القوة الدفع المستحثة تديني تيار لازم تكون الدايرة مغلقة. يبقى أنا عندي ثلاثة. تقريب يعني تغيير، هتتولى قوة دفع مستحثة، دايرتي مغلقة هيديني تيار مستحث. ماشي؟ أنا عندي ثلاثة. تقريب يعني تغيير، ماشي؟ هيديني قوة دفع مستحثة، دايرتي مغلقة هيتولى تيار مستحث. بصي يتولد فقط تيار مستحث في الملف؟ لا طبعًا. التيار المستحث جاي من قوة دفع مستحث. لا يمر تيار، ما انا دايرتي مغلقة وحصل تقريب. يتولد فقط قوة دفع مستحثة، ما انا دايرتي مغلقة. يبقى تتولد قوة دفع مستحثة ويمر تيار مستحث. ملفان دائريان متماثلان، أحدهما من النحاس والآخر من الألومنيوم، معرضان لفيد مغناطيسي منتظم عمودي على مستواهما. المقاومة النوعية للنحاس أقل من النوعية للألومنيوم، وعند سحبهما معا من داخل المجال خلال نفس الفترة الزمنية فإن القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في ملف النحاس بالنسبة للقوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في ملف الألومنيوم. هي القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة بتساوي إيه؟ بتساوي الإي إم إف سالب إن دلتا فاي على دلتا تي. القوة الدفع بتاعتي بتساوي اي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. مين اللي بيغير لي القوة الدفع المستحثة؟ عدد اللافات والمعدل الزمني للتغير في الفيد. عدد اللافات والمعدل الزمني للتغير في الفيد. هل المقاومة هتأثر على القوة الدفع المستحثة؟ لا طبعا.
نوع مادة الموصل هتأثر على القوة الدفع المستحثة؟ لأ، أنا اللي بيأثر على القوة الدفع المستحثة عدد اللفات والمعدل الزمني للتغير في الفيت. طب لو الاتنين دول ثابتين يبقى القوة الدفع المستحثة متساوية. ماشي؟ لو عدد اللفات بتاعة الملفين متساوي والمعدل الزمني لقطع الملف لخطوط الفيد متساوي يبقى القوة الدفع المستحثة متساوية. بصي كده، القوة الدفع المستحثة المتولدة في ملف النحاس هتساوي القوة الدفع المستحثة المتولدة في ملف الألومنيوم. بصي، ملفان دائريان متماثلان يبقى عدد لفاتهم متساوي. بصي، وعند سحبهما معا من داخل المجال خلال نفس الزمن، يعني معدل الزمن التغير في الفيد واحد، وبالتالي القوة الدفع المستحثة بتاعتهم واحدة. بصي، ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، يبقى اللي بيحكم لي مقدار القوة الدفع المستحثة، اللي بيحكم لي مقدار القوة الدفع المستحثة عدد اللفات والمعدل الزمني للتغير في الفيت. عدد اللفات ثابت والمعدل الزمني للتغير في الفيت ثابت، وبالتالي القوة الدفع المستحثة ثابتة. هي هتأثر في ايه يا مس ليلى؟ مش معقول النحاس زي الألومنيوم. لا، ايوه، النحاس مش زي الالومنيوم، هي تاثر في قيمه شده التيار وليست في مقدار القوه الدفع الكهربيه. هتؤثر في قيمه شده التيار وليست في القوه الدفع الكهربيه. ماشي؟ انت عندك اصلا الاي بيساوي الفي على ار من عند ام هناك، الاي بيساوي الفي على ار. ماشي؟ الفي ثابت يبقى الاي بتتناسب عكسي مع الار. لو المقاومه صغيره التيار كبير. بصي كاتب لي بيقول لي ايه؟ المقاومه النوعيه للنحاس اقل من المقاومه النوعيه للالومنيوم، يبقى تيار النحاس اكبر من تيار الالومنيوم، لكن القوه الدفع الكهربائيه المستحثه ثابته. تيار النحاس اكبر من تيار الالومنيوم، لكن القوه الدفع المستحثه ثابته. بصي بيقول لي ايه؟ اكبر القوه الدفع المستحثه المتولده في ملف النحاس بتساوي القوه الدفع المستحثه المتولده في ملف الالومنيوم، علشان الاي ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. ها معايا كده؟ يبقى انا دلوقتي هنا بقول لك ايه؟ تساوي القوة الدفع المستحثة بتتوقف مقدارها على عدد اللفات والمعدل الزمني للتغير في الفيت. طيب شدة التيار، التيار المري في ملف النحاس، هي القوة الدفع الكهربية في ملف النحاس قد الألومنيوم. القوة الدفع الكهربية المستحثة في ملف النحاس قد الألومنيوم بالظبط. هتقولي لي مس ليلى ده نحاس وألومنيوم، هيأثر في التيار. هيأثر في التيار مش في القوة الدفع الكهربية. القوة الدفع الكهربية سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. عدد اللفات واحد والمعدل الزمني التغير في الفيد واحد. هتقولي لي والروم متغيره، تاثر في الاي. يبقى التيار المري في ملف النحاس اكبر من التيار المري في ملف الالومنيوم. السبب صغر المقاومه النوعيه للنحاس عن الالومنيوم. التجربه الثانيه الفرديه. التجربه الاولى الفرديه انا ولدت قوه دفع مستحثه. التجربه الاولى الفرديه انا ولدت قوه دفع مستحثه. طبعا اخدت تدريبات كتير علشان اعلمك ازاي بولد قوه دفع كهربائيه مستحثه. التجربه الثانيه الفرديه بتطلع لي العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوه الدفع المستحثه. يبقى التجربه الثانيه الفرديه علشان ايه العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوه الدفع المستحثه. هتقولي لي مثلا العوامل، انا بحط القانون واطلع العوامل، نسيته بقى. الله، فاكرين في اول حصه قلنا العوامل التي يتوقف عليها اي كميه فيزيائيه مش لازم تبقى من القانون، ممكن من القانون، ممكن من خطوات التجربه، ممكن صفه مميزه. العوامل التي يتوقف عليها اي كميه فيزيائيه مش لازم من القانون، كميه فيزيائيه تيجي من القانون، كميه فيزيائيه تيجي مميزه، صفه مميزه، كميه فيزيائيه تيجي من العوامل. طب هنا يا مس ليلى عملها تجربه، تجربه، ايوه عمل تجربه وطلع منها العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوه الدفع المستحثه. عمل لي تجربه وطلع من التجربه العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوه الدفع المستحثه. يبقى التجربه الثانيه الفرديه علشان يطلع لي العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوه الدفع المستحثه. ماشي؟ التجربه الثانيه الفرديه اللي هي العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوه الدفع المستحثه المتولده في ملف يقطع فيد مغناطيسي متغير. فرضية عمل ايه؟ المرة دي جاب ملف ولفه حوالين قلب حديدي. ماشي؟ بصي اهو، جاب ملف ولفه حوالين قلب حديدي ووصل طرفين الملف بجلبانومتر. شايفة ده؟ ادي قضيب مغناطيسي نورث وساوث، وده قضيب مغناطيسي نورث وساوث.
بصي القضيب المغناطيسي ده شايفة النورث بتاعته، شوف القضيب المغناطيسي التاني شايفة الساوث بتاعته. ايه ده؟ ده فاراداي قرب القطبين المختلفين لقضيبين مغناطيسيين من طرفي الملف. ماشي، فاراداي قرب القطبين المختلفين لقضيبين مغناطيسيين من طرفي الملف. يبقى في الاول قرب قطب مغناطيسي واحد وشاف انحراف مؤشر الجلفانومتر، وبعدين راح مقرب قطبين ازداد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. هو كده اللي اتغير. تاني، الاول فاراداي، خلي بالك يا ندى، ماشي خلي بالك ركزي معايا. بس في الاول فاراداي عمل ايه؟ فاراداي قرب قطب مغناطيسي المغناطيس من الملف وشاف مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر، وبعدين راح جايب قطبين مختلفين لقطبين مغناطيسيين وشاف مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر، لقى ازداد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. هو كده ايه اللي زود مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر؟ هو ايه اللي عمله فاراداي؟ القلب الحديدي ثابت، عدد اللفات ثابته. مس ليلى ده جاب اتنين مغناطيس، يعني بدل بي واحده هيبقوا اتنين بي، بدل ما يحصل فاي هيبقوا اتنين فاي، يعني قوه المغناطيس زادت، يعني التغير في عدد خطوط الفيد، مش التغير ده، عدد خطوط الفيد اللي بتقطع الملف زادت، عدد خطوط الفيد، عدد مش معدل زمني، ماشي، عدد خطوط الفيد اللي بتقطع لفات الملف زادت، وبالتالي زادت القوه الدافعه المستحسه. ومن هنا استنتج ان قوه المغناطيس بتزود لي من مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. يبقى من العوامل التي يتوقف عليها مقدار القوه الدافعه المستحسه رقم واحد قوه المغناطيس. طب ماشي، سرعه الحركه، انت بتقربي القطبين المغناطيسين، قربيهم ببطء وقربيهم بسرعه. لما بتقربي القطبين المغناطيسيين بسرعه لاحظ زياده مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. نفس القطبين، شايف القطب نورث وساوث، لو قربت القطبين المختلفين بسرعه زادت مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. يعني انت عايزه تقولي الزمن، ما السرعه اثرت على الزمن، انت زودتي السرعه نقصي زمن، فلما نقصي الزمن زاد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. يبقى لما زودتي قوه المغناطيس زاد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر، ولما نقص الزمن زاد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر، وفاي على تي معدل زمني للتغير في الفيد، فزاد عدد انحراف مؤشر الجلفانومتر، زاد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. يبقى اول حاجه في العوامل التي توقف عليها مقدار القوه الدافعه المستحسه المعدل الزمني للتغير في الفيد. شايفه اهو المعدل الزمني الذي يقطع فيه الملف، المعدل الزمني للتغير في الفيد، يعني دلتا فاي على دلتا تي. بصي المعدل الزمني الذي يقطع فيه الملف خطوط الفيد، المعدل الزمني الذي يقطع فيه الملف خطوط الفيد، دلتا فاي على دلتا تي، الفاي بالقطبين المغناطيسيين، التي بسرعه الحركه. الفاي جاب قطبين مغناطيسيين، جاب اتنين مغناطيس، التي زود سرعه الحركه. وبالتالي شايف المعدل الزمني اللي هي الاي ام اف بتتناسب ترجي مع دلتا فاي على دلتا تي، مين اللي بيحكمها؟ بصي كده، المعدل الزمني الذي يقطع فيه الملف خطوط الفيد، من التجربه العمليه لقى ان الاي ام اف بتتناسب تناسب ترجي مع المعدل الزمني للتغير في الفيد. طب والمعدل الزمني للتغير في الفيد مين اللي بيحكمه؟ قوه المغناطيس وسرعه الحركه. بصي كده، ويتوقف المعدل الزمني الذي يقطع فيه الموصل خطوط الفيد على عاملين، اول واحد كثافه الفيد المغناطيسي، تاني حاجه سرعه الحركه. طب لو استبدلت الملف ده بملف عدد لفاته اكتر هيزداد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر، لو استبدلت الملف ده بملف عدد لفاته اكتر هيزداد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. بصي بقى تجربه فاراداي، اول حاجه فاراداي عملها جاب قطب مغناطيسي واحد وقربه من الملف، انحرف مؤشر الجلفانومتر، ماشي، جاب اتنين مغناطيس وقرب القطبين المختلفين للملف ازداد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر. يبقى لما زادت قوه المغناطيس زاد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر، زود سرعه الحركه يعني نقص الزمن ازداد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر، استبدل الملف بملف عدد لفاته اكتر ازداد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر.
ماشي. آه ومن هنا قال لي ان العوامل توقف عليها مقدار قوه الدفع المستحثه المتولده في موصل بيقطع فيض مغناطيسي متغير. رقم واحد المعدل الزمني للتغير في الفيض، وده بيحكمه قوه المغناطيس وسرعه الحركه. رقم اتنين عدد لفات الملف. طيب عند زياده عدد لفات ملف يتحرك داخل مجال مغناطيسي الى ثلاث امثال قيمتها. ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان الاي ام اف بتتناسب ترجي مع الان. مش انا قلت لك استبدلي الملف بملف اخر عدد لفاته اكتر هيزداد مدى انحراف مؤشر الجيل بالمتر؟ هو بيقول لي بدلي الملف بملف عدد لفاته قد اول مره ثلاث مرات، هتزداد القوه الدفع المستحثه ثلاث مرات. لو استبدلت الملف الاولاني بملف عدد لفاته اكتر ثلاث مرات هيزداد مدى انحراف مؤشر الجلفانومتر اكتر ثلاث مرات. بصي كده، عند زياده عدد لفات ملف يتحرك داخل مجال مغناطيسي الى ثلاثه امثال قيمتها، فان مقدار قوه الدفع المستحثه المتولده في الملف. بصي الاي ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. هتقولي لي مس ليلى انت عودتينا على حاجه، نحل المساله وبعدين نختار، صح؟ اه. طب بصي قانوني اي ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. هو دلوقتي مين اللي اتغير هنا؟ تعالي نشوف مين اللي اتغير تاني. عند زياده عدد لفات ملف يتحرك داخل مجال مغناطيسي الى ثلاثه امثال قيمتها، هل المعدل الزمني التغير في الفيض اتغير؟ يبقى اللي اتغير عدد اللفات بس. والعلاقه بين الاي ام اف والان علاقه طرديه، يبقى الاي ام اف بتتناسب ترجي مع الان. يعني الاي ام اف اول مره على الاي ام اف تاني مره هتديني بتساوي ان 1 على ان 2. ماشي؟ الاي ام اف اول مره على الاي ام اف تاني مره بتساوي ان 1، ان 2 ب 3 ان 1. ان 1 هتروح مع ان 1 يبقى الاي ام اف 2 هتساوي 3 اي ام اف 1. كاتب لي تقلي للنص تزداد للضعف تزداد ثلاثه امثال، يبقى الاي ام اف 2 بيساوي 3 اي ام اف 1 هتزداد ثلاثه امثال. في تجربه الحس الكهرومغناطيسي القوه الدفع المستحثه في الملف لا تعتمد، لا تعتمد على ايه؟ تعالي شوفي كده، التغير في الفيض اساس القوه الدفع المستحثه التغير في الفيض، اساس القوه الدفع المستحثه التغير في الفيض، الزمن طبعا الزمن المعدل الزمني للتغير في الفيض، يبقى اساس القوه الدفع المستحثه المعدل الزمني للتغير في الفيض. ماشي؟ لا توجد اجابه صحيحه. طب ما تشوفي كده الرقم جيم دي هتطلع ايه؟ مقاومه الملف، ما احنا خدناها. فاكره الالومنيوم والنحاس؟ هل القوة الدفع المستحثة بتاعت الألومنيوم غير النحاس عند ثبوت المعدل الزمني للتغير في الفيض؟ أنا لسه دلوقتي حالا جايبة لك ساق من النحاس والتاني من الألومنيوم، ليهم نفس عدد اللفات والمعدل الزمني للتغير في الفيض واحد، القوة الدفع المستحثة واحدة، يبقى إذا المقاومة لا تؤثر على المعدل الزمني للتغير في الفيض. وإلى هنا تنتهي حلقات اليوم، وميعادنا في حلقات متتابعة إن شاء الله من الحس الكهرومغناطيسي، تابعوني.